هي من أصل يوناني واسمها الحقيقي أمينة. النجمة ميمي جمال في 100 سؤال. أخاف من شيخوخة، أحب وأكره في شكلي، في هنا شوية حاجات كده طلعوا لي، نزلوا لك أصلا، نزلوا لك. أيوة يا سلام عليك، أيوة كده على طول. مع راغدة شلهوب. فكرت في ارتداء الحجاب؟ لا. ارتبطت بحسن مصطفى بعد خروجي من قصة حب فاشلة؟ انت بتنخوري في القديم. أنا متجوزة بأي عمر؟ زوجي كان يتمنى أن يرزق بولد. طبعا كان نفسي يجيب ولد، فأنا جبت توأم، قلت له أنا جبته لك فرض. لا. كنت بديلة لسهير الببلي في مسرحية مدرسة المشاغبين لمدة شهرين. لما جت بعد ما خفت، فأول ما دخلت قلت طب صاحبة الدور جت اهي، هنسحب انا بقى، جاية اتفرج عليك. هناك بعض الفنانات يسئن للفن. انا اللي بشيل قربة على كتفي تنزل بتخر عليا، انا مش بتخر على اللي جنبي. النجمة ميمي جمال في 100 سؤال. تقديمي لفقرة أسبوعية ثابتة في أحد البرامج كان استغلالاً لوقت فراغي وسيلة للكسب المادي. أنا كنت بنبسط، بس أنا مش رايحة عشان خاطر أضيع وقت. إذا بيزعجك اليوم لما بتشوفي على اليوتيوب مشاهد الساخنة لميمي جمال؟ المرحلة دي ما كانش بيضايق حد. أنا لو أعمل ده النهاردة أبقى ست مش مظلومة. من هي الفنانة التي كانت وراء تسريب شريط فرح بنتك؟ ليه السؤال؟ في ناس ما بيحبوش يتصور، تقوم انت تيجي بمنتهى الصفاقة وأصور الناس دي وكمان أبيع الشريط. هذا ما أقوله لحسن عندما أحدثه الآن. لغاية دلوقتي وأنا بعدي من على أوضته بقول له تصبح على خير يا حسن. أنت كنت تنامي بغرفة وحسن بغرفة؟ مش في وقت بقى بيبقى كده؟ ما بعد أنت ما عدتيش لسه المرحلة دي ولا إيه؟ النجمة ميمي جمال في 100 سؤال مع راغدة شلهوب، غداً 11 مساء، ويعاد في الأوقات التالية على الحياة.